مساء الخير أعزائي مشاهدي قناة مصر البلد، وحلقة جديدة من برنامجكم حياة هنا. معاكم الدكتورة هنا بوستيت، خبيرة التجميل وأخصائية التغذية العلاجية التجميلية. مساء الخير عليكم وعلى كل حبايبكم، وزي ما احنا متفقين دايما ان كل أسبوع ميعادنا يوم الأربع عشان نعيش حياة هنا. حياة هنا في كل حياتنا، مش بس بالشعر والبشرة والتخسيس او احنا ازاي يبقى شكلنا حلو، لا كمان عشان نعيش بصحة سليمة. الصحة السليمة دي هدفنا كلنا، هدف حضرتك عشان تعيشي لأولادك، وهدف كمان زوج حضرتك وأولادك ان هم دايما يكونوا بصحة سليمة، خالية من أي أمراض، خالية من سوء تغذية، خالية من أنيميا، وخالية من مشاكل كتيرة جدا ممكن احنا للأسف بدون دراية نوصل بيها ان احنا نوصلها لأولادنا او نوصلها لحبايبنا. حلقة النهاردة حلقة مختلفة جدا، لا هي علاقة بالشعر او بالبشرة او بشكلنا الخارجي، لا النهاردة موضوعنا عن سوء التغذية. سوء التغذية ليها مرحلتين، مرحلة يا إما تخلي ابني أو تخليني أنا كمان رفيعة جدا، أو ابني يكون نحيف جدا، أو بنتي تكون نحيفة جدا، أو إنها تبقى سمنة مفرطة. سوء تغذية يعني إيه؟ سوء تغذية يعني معناها إن أنا بجيب الأكل الغلط في الوقت الغلط. بعد الشر انت مش هقول انك انت بتجيبي لاولادك حاجه مضره او انك انت بتجيبي اكل ليهم مش مفيد، بس هي الفكره دلوقتي طبيعه حياتنا بقت كده. طبيعه حياتنا بقت اغلبيتها فاست فود وجانك فود واكل من الشارع. احنا للاسف يا اما في الشغل طول الوقت او اغلبيه حياتنا بقت اللي هي الريتم السريع، فمخليانا ان احنا مش عارفين نهتم بصحه اولادنا او بصحتنا على الصعيد العام. النهارده بقى احنا هنقول ان احنا ازاي نستبعد المشاكل اللي ممكن توصل لها سوء التغذيه، او انا ازاي اعرف عندي سوء تغذيه ولا لا، اعمل ايه، ولو انا اوريدي سوء التغذيه ده وصلني للمرحله ان انا الاقي نفسي رفيع جدا، او ان انا الاقي نفسي سمنه مفرطه شديده نتيجه الحياه رتم الحياه السريع زي ما اتفقنا، فده نحله ازاي. اكيد طبعا قلت الحلقات اللي فاتت احنا تعبنا من كتر الكلام وعايزين حلول جذريه، وتقولي لنا بالظبط يا دكتور نعمل ايه. النهارده انا زي ما وعدتكم الفتره اللي فاتت والحلقات اللي فاتت ان احنا خلاص زي ما اتكلمنا بصفه عامه واتكلمنا عن المشاكل دي وازاي نحلها، محتاجين ان احنا حل يبقى قدامنا وازاي نستخدمه وازاي نتعامل معاه. هو ده موضوع حلقتنا النهارده، سوء التغذيه والسمنه المفرطه والنحافه الشديده، سواء كانت في مرحله الطفوله او كانت بعد مرحلة البلوغ. دي مرحلة ودي مرحلة تانية، ودي ليها اسبابها ومشاكلها لمرحلة البلوغ، وبعد مرحلة البلوغ برضو ليها اسبابها ومشاكلها، وان احنا لازم بعد مرحلة البلوغ نخلي بالنا كويس جدا انه قبل مرحلة البلوغ عندنا المساحة وعندنا التعويض اللي ممكن الجسم يدهوني علشان اقدر اعوض نقص الفيتامينات او اعوض نقص المعادن. فبالتالي في مرحلة جاية وهي مرحلة البلوغ اللي بيبدأ الجسم فيها يهيئ نفسه هرمونيا، ان هو سواء كان ولد او بنوته بيبدا يهيئ نفسه عن طريق الهرمونات دي، وان هو يستعد لبناء عضلات، او سواء كان في البنات ان هو يكتر من هرمونات الانوثه او هرمون الاستروجين، ويبدا يخلي الشكل ومضمون الجسم في بعض الاجهزه جواه لازم يركز عليها. فاحنا لازم كويس قوي كل ام النهارده تتابعني وتخلي بالها من صحه اولادها، مش من بعد سن البلوغ او من بعد 14 سنه وتقول ان انا ازاي ااكل بنتي عشان هتبقى عروسه فانا مش عايزاها تبقى رفيعه، لان كميه المشاكل والرسائل اللي بتجيني على الصفحه او بعد الحلقه ناس كتيره جدا او امهات كتيره تكلمني تقول لي اصل انا بنتي قربت تتجوز وهي رفيعه جدا، او بنتي قربت تتجوز وهي تخينه جدا. طب ليه انا استنى، او ان انا لازم يكون في اوكيجن، لازم يكون في مناسبه ان انا عايزه بنتي عشان في مرحله مثلا انها تبقى تتخطب او تبقى عروسه جميله لازم اخلي بالي من المشاكل دي. النهارده احنا هنغير المفهوم ده تماما ونخلي بالنا من صحه اولادنا من بعد ما يعدوا بفتره الرضاعه، سواء كانت الرضاعه دي طبيعيه او الرضاعه دي صناعيه. طبعا انا لا احبس طبعا اللي هي الالبان الصناعيه الا اذا كان في سبب ما يعيق ان الام انها مش قادره ترضع ابنها طبيعي. في اسباب كتيره جدا طبعا ليها باع طويل وممكن نعمل لها حلقه كبيره جدا، وهي انه المشاكل، في بعض المشاكل بتواجهها بعض الامهات، يا اما انها
اللبن عندها مش قادر يوصل لحالة إشباع الطفل، فبيضطر ساعات الدكتور التغذية أو دكتور الأطفال بينصح الأم ساعتها إنها تجيب لبن صناعي علشان تقدر تعوض اللبن بتاعها للبيبي بتاعها، سوري. فبالتالي إحنا عايزين حاجة بنسميها وجبة تكميلية بجانب لبن الأم، لكن للأسف في بعض المشاكل بتواجه الأمهات بعد الولادة على طول، فبالتالي ما بتقدرش إنها ترضع ابنها طبيعي، فساعتها إحنا بنلجأ للرضاعة الصناعي. وليها للأسف حتى لو إحنا حتى مؤخرا بقت الألبان الصناعية بنحط فيها بعض الانجريدينتس أو بعض المواد الفعالة أو بعض العناصر أو بعض المعادن اللي بتزود، زي مثلا الحديد أو حاجة بنسميها ديفنس، يعني بنحاول نحط عناصر تقوي مناعة البيبي عشان يبقى قوي، مش قادر ان هو مثلا بعد الشرع على أولادكم جميعا انها ما يكونش في مشكله ما في المناعه. فبالتالي احنا مش عارفين ازاي الامراض كترت جدا الفتره الاخيره، سوء التغذيه وسوء المناعه عند الطفل، فبالتالي كميه الامراض التنفسيه بالذات على فكره، يعني خلينا طبعا الحفاظ للشتا دلوقتي يعني يكاد يكون جدير بالذكر، كميه الاطفال اللي هو من عمر شهور لحد ما يبقى عمره 5 سنين بيواجه كتير جدا في مشكله التنفس، دايما عنده مشكلة في الكحة، عنده مشكلة دايما صدره مقفول، في سخونية شديدة، ده بنسميه نتيجة سوء مناعة. مش هقدر اقول طبعا عشان ما اظلمش الامهات معايا ويزعلوا مني ان هي دي مشكلة في لبن الام بس، لا، نتيجة التغذية. دايما من بعد 6 شهور بتبدا الام انها المفروض بتعود ابنها او بنتها انها ازاي تبدا تاكله او تعرفه على الاكلات التانية او اللي هي ممكن جهازه الهضمي يقدر يهضمها. هنا النهاردة احنا عايزين نركز جدا بعد ما الام خلاص فطمت ابنها او فطمت بنتها، ان احنا ازاي بقى نبدأ نركز انك انتي تخلي بالك من صحة بنتك او ابنك الصغنطوطي ده، في ان احنا ازاي نكون تغذية سليمة. التغذية السليمة دي معناها ان انا اخلي بالي من صحة ابني، ودي معايا دلوقتي صورة على الشاشة ياريت تركزوا فيها، دي معناها ان الام هي المسؤولة الاولى عن التغذية السليمة لابنها. التغذية السليمة دي مش بس عشان اقدر احمي ابني او بنتي انها ما يجيلهمش مشاكل عشان سوء المناعة او ان انا عندي مشكلة، لا، ممكن كمان ان انا اكون اوصل للسمنة المفرطة او للنحافة المفرطة. انت مسؤولة عن ابنك ان هو يكون رفيع قوي او سمنة مفرطة قوي من دلوقتي. الرفيع قوي ومعايا صورة دلوقتي بتقول انه الطفل ممكن يكون هو لسه في عمر 3 سنين 4 سنين، ما اقدرش اجزم طبعا اقول عنده نحافة شديدة من دلوقتي، بس بتبان البوادر، بوادر النحافة الشديدة دي بتبان جدا في عظمه. دايما تلاحظي تقولي ايه، تسمعي ابنك او بنتك بتقولك عظمي واجعني، يا مامي انا بردانة، يا مامي انا في ايدي بتوجعني او رجلي بتوجعني، ودايما بتلاقيه او تلاحظي ان هو بيمسك دايما منطقة الركب، دايما الركب او الاقدام دي معناها نقص كالسيوم. نقص الكالسيوم ده او بنسميه فيتامين دي، دي 3، ده المفروض فيتامين د، ده مسؤول جوه جسم ابنك عن كثافه العظم. في فرق شديد ما بين وجود كالسيوم في الدم وفي فرق ان انا اقول ابني عنده كثافه في العظم ولا لا. مهم جدا طبعا ان انا اقول ان العظم كويس او وزن العظم عندي كويس، لكن كثافة العظم دي طبعا احنا مش هنقدر نشوفها بالشكل الخارجي على قد ما احنا بنشوف ان انا كثافة العظم مهمة، الا بعد الشر طبعا لو تعرض لكدمة او وقع، لانه دايما الاطفال بيكونوا في العمر ده معرضين جدا ان هم يقعوا ويتنططوا ويلعبوا ويروحوا ويجروا ويجوا. طبعا انت عمرك ما هتقدري تمسكي ابنك او بنتك تربطوهم جنبك ان هم ما يقدرش يجروا او يلعبوا مع اصحابهم، سواء كان في المدرسة او في النادي او حتى عندك في البيت، تلاقيه دايما كده يقعد يتنطط لك على الانتريهات وعمال بيجري ويلعب مع اخواته. ده علشان اقدر احمي ابني او بنتي ان هو ما يحصلهمش مشاكل، سواء كان كسر مضاعف لا قدر الله او يحصل لهم مشاكل دايما بنسميها خلع الايدين او في الرجل، دايما بتلاقي فيه كدمات شديده موجوده دايما من منطقه الركبه لحد القدم تحت. ده النهارده انا عايزه اوري لحضراتكم سوء التغذيه ممكن يوصلني لفين. معلش سوري لو حلقة النهاردة بعيدة تماما عن التجميل شوية، يعني أنا النهاردة مش مهتمية بالشعر أو مش مهتمية بالبشرة، على قد ما أنا مهتمية بسوء التغذية إن ممكن قد إيه يوريني تخسيس، يعني مش بس تخسيس في منطقة الدهون، لا، ممكن كمان إن أنا سوء التغذية ممكن يوصلني بعد فقدان العناصر الغذائية زي المعادن والفيتامينات اللي موجودة في الجسم،
اللي المناعة بتاعت حضرتك محتاجها، اللي كمان الدورة الدموية محتاجاها، انه كمان انه اجهزه مهمه جدا زي الكبد او زي الكلى بتحتاج بعض العناصر وبتحتاج بعض الفيتامينات علشان تقدر توصل لاعلى كفاءه في الجسم، وانها تقدر تخليك دايما تعيش بصحه سليمه وبصحه كويسه بعيده تماما وخاليه تماما عن اي امراض ممكن تواجهوها. النهارده سوء التغذيه مهم جدا، مهم قوي، لازم اعرف انا اكل ايه وما اكلش ايه. للاسف سامحوني لو انا بقول ان احنا ما عندناش ثقافه الاكل، لا احنا اكتر ناس بنحب الاكل على فكره، واكتر ناس ذواقه، يعني احنا الحمد لله الشعب المصري بالذات بيعرف يعني ايه ياكل، بيعرف ازاي يستذوق الاكل، يقول انا بحب الحادق في كذا وبحب الحلو في كذا، وكمان عندنا ثقافه حلوه جدا وهي التنوع في الاكل، وخصوصا بتبين جدا لما بنكون عازمين حد او معزومين عند حد، بتلاقي بسم الله ما شاء الله كميه اصناف محطوطه، يعني مش عايز اقول لكم عامله ازاي، يعني تفتح نفس اللي عمره ما شاف اكل قبل كده. ده ان دل عن شيء يدل ان احنا بنحب الاكل. انا ما بقولش ان احنا ما نحبش الاكل، لا طبعا نحب الاكل، ودي نعمه ربنا ادهنا ان احنا ناكل من الحاجات اللي ربنا ادهنا ورزقنا بيها، بس احنا ربنا قال لنا ما نصرفش على نفسنا ولا نصرف على انفسنا ان احنا ناكل الاكل اللي مش مفيد. بلاش ان انا احط على حاجات على جسمي تخليني ان انا اجهزه جسمي مش قادره انها تقوم بالوظيفه اللي ربنا خلقها ليها او خلقها لنا احنا كمان. انا يهمني ان انا جسمي يشتغل بشكل كويس، يشتغل بالاجهزه اللي ربنا ادهنا الحيويه اللي تخليني اعيش بصحه سليمه خاليه تماما من اي امراض. النهارده انا عايزاكم تركزوا جدا في كل وجبه انتوا هتاكلوها، فطار غدا وعشاء، وحتى كمان السناكس اللي موجودة ما بين الوجبات مهم جدا. انا ما بقولكوش ان انتوا تحرموا نفسكم، بس انا بقول لما نيجي ناكل ناكل حاجات مهمة وحاجات مفيدة. الحاجات المهمة والحاجات المفيدة موجودة في عناصر غذائية مهمة، سواء كان في وجبة الفطار او في وجبة الغداء. خلينا دايما اركز معاكم على وجبة الفطار بليز. وجبة الفطار مهمة جدا لكل واحد دلوقتي بيسمعني، او كل بنوت او كل ست نفسها تخس، تركز معايا جدا في وجبة الفطار. وجبة الفطار دي وجبة مهمة جدا. اوعي او اوعى عايز تخس وتقولي اصل انا ما بفطرش وعايز اخس. المعادلة دي عمرها ما تتجمع سوا، الكلمتين دول ما يجوش مع بعض في ميزان. يعني انا ما اقولش ان انا عايز اخس بس انا ما بفطرش، لا يمكن. لو خدت ادوية الدنيا كلها ولو عملت رجيم قاسي يعني نصح بيه دكتور الفلان العلاني اللي ما فيش غيره في الدنيا، ما ينفعش. ليه؟ وجبة الفطار دي المفروض ربنا جعلها لينا زي الدينامو بالظبط، او بمعنى اصح زي الموتور. يعني انا دلوقتي لما هاكل جسمي بيجيله كده زي الارم، او بيجيله كده زي منبه يقول خلاص الجسم هيبدا يشتغل ويبدا يحرق ويبدا الاجهزه بتاعته كمان تشتغل على صعيد عالي جدا من الانزيمات بتاعه وعلى صعيد عالي جدا من الهرمونات بتاعته، فهيديني نتائج تحفه. انا بقى عايز انبه الجسم واقول له حتى في بدايه يومي في الدايت او بدايه يومي في النظام الغذائي اللي الدكتور التخسيس قايل عليه او دكتور التغذيه قايل لي عليه ان انا المفروض وجبه الفطار دي لازم اخدها، بس حتى كمان هاخدها بس اخدها في الوقت الصح. الوقت الصح دايما الفطار دايما احنا بنسميه دايما في ساعه الشمس قبل ما تكسر اليوم. يعني ايه؟ يعني وجبه الفطار مسموحه لحضرتك من بعد صلاه الفجر لحد الساعة 11. أول ما الظهر يأذن اعرف انه كده وجبة الفطار اتلغت. لا يمكن ان احنا نفطر بعد الساعة 12 او بعد ان احنا بعد ما ان احنا وجبة الغداء بتاعتنا تعدي. هنعرف ازاي ان احنا ازاي ننظم وقتنا وننظم وجباتنا؟ بس ناخد اتصال معانا. الو مساء الخير. اهلا مساء النور يا دكتورة. ام ايه؟ اهلا بيك يا جميل، ازيك؟ انا الحمد لله. عامل ايه حضرتك يا دكتورة؟ الحمد لله يا جميل، الحمد لله. كويسة؟ بخير الحمد لله، طول ما انتوا بخير. والله يا دكتور انا مستنية حضرتك، يعني ما صدقت ان جت الحلقة عشان انت اتكلمتي النهاردة في حلقة مهمة جدا. مرسي. اول حاجة انا معايا بيبي تمام بس عنده ادوية. جميل. انا مش عارفة خالص انظم في الاكل سواء انا ولا ازاي، مثلا الرضعات الحاجات دي كلها انا مش عارفة لاني اول بيبي ليا. فانت اتكلمتي في نقطه مهمه النهارده، يعني انا كنت مستنيه حضرتك على كنت هسالك على تبييض البشره وكده، بس لما اتكلمتي في النقطه المهمه دي حلقه النهارده فعلا مهمه جدا النهارده يا مؤياد عن البشره والشعر، انك انت ازاي تخلي بالك من صحه ابنك وانك انت ازاي تاكليه وازاي تاكليه كمان العناصر المهمه. ابنك عنده قد ايه يا مؤياد؟
عنده 5 شهور. ما شاء الله، ربنا يخليه يا حبيبتي يا رب، وتخويه دايما كده وتشفيه دايما بصحه وعافيه. متشكره. حاضر يا حبيبتي، اسمعيني دلوقتي بعد الاتصال وان شاء الله هقول لك ازاي تاكليه ومن عمر قد ايه، وتركزي كمان بعد مرحله الرضاعه تركزي على عناصر زي اكل ايه والحاجات المفيده اللي ممكن تديها له. ميرسي جدا يا ام اياد وبشكرك على اتصالك. شفتوا ازاي قد ايه حلقه النهارده مهمه جدا، ان احنا فعلا مش بس مظهرنا هو اللي يبقى حلو، على قد كمان ما جسمنا وصحه اولادنا تبقى مهمه. ام اياد اسمعيني يا جميل، ام اياد دلوقتي عندك ابن عنده 5 شهور، من بعد 6 شهور بتبداي تعرفي ابنك على حاجه بنسميها التذوق. سبحان الله، ربنا خلق الطفل على مراحل، ما خلقش دي كل حاجه بتطلع عنده مره واحده، علشان الجسم بنسميها ما يدخلش في حاله دربكه، او بنسميها كونفيوزنج. يعني ايه دربكه ويعني ايه كونفيوزنج؟ لما انا ببدا ادي طفلي بالترتيب، يعني انا ابدا اعرفه من بعد 6 شهور ان انا يعني ايه طعم رز، يعني ايه طعم قمح، يعني ايه طعم بطاطس مهروسه. دايما خلي باول 6 شهور او بعد 6 شهور تدي فتره من شهر لشهرين او 3 على الاكثر لحد ما يبقى عنده 9 شهور كده، ما تكتريش لبن كتير اللي هو من بره، اللي هو اللبن اللي هو غير اللبن اللي انت بترضعيه بيه او اللبن الصناعي. ليه؟ في انزيمات معينه موجوده في الجهاز الهضمي ما بتبداش تشتغل غير تدريجي. في انزيمات موجوده في المعده زي اللاكتوز مثلا، اللاكتوز ده حتى تلاقي دايما طفلك من بعد 6 شهور الغازات بتبدا تكتر عنده. ودايما لما بتروحي عند الدكتور بيكتب لك طبعا دون ذكر اسماء ادويه، بيدي لك ادويه نقط مضاده للغازات او مضاده للي هي بنسميها مغص، اللي هي الكوليك بتاع المعده او الكوليك بتاع الجهاز الهضمي عند الطفل. مهم قوي ان انا ابعد تماما في اول شهرين من بعد 6 شهور ان انا ما اكترش لبن من بره، لكن ممكن تعرفيه على حاجات بنسميها هشه. يعني ايه هشه؟ ما بتتمضغش احنا عندنا احنا ككبار كتير، يعني زي الرز. الرز يعني احنا لما بناكله هي مضغه والتانيه وبتبلع. قيسي نفسك على طفلك او بنتك، تقيسيها انك انت الحاجات اللي انت ما بتمضغهاش زي مثلا البطاطس المهروسه، انت ما بتمضغهاش كتير، فبالتالي تنفع ان هي تتاخد بعد 6 شهور. مهم قوي بعد مرحله الرضاعه يا ام اياد انك انت تركزي قوي قوي وجدا على الحاجات المفيده. زي ايه؟ وعودي، يا ريت تعودي طفلك من دلوقتي انك انت دايما تدخلي العناصر المفيده زي مثلا الشوفان، زي مثلا حاجه بنسميها واي بروتين، او مش الواي بروتين بتاع العضلات بس اللي بتكون موجود في الجيم، لا، واي بروتين يعني حتى شرش اللبن. يعني حتى انا هقول لكم النهارده شرش اللبن ده مميزاته ايه، وخصوصا للاطفال، عشان نستبعد تماما السمنه المفرطه او نستبعد تماما ايه النحافه المفرطه. مهم قوي العناصر دي ان احنا نعرف ازاي نديها لابني بس في مواقيت معينه. عودي ابنك من بعد 6 شهور انه في حاجات تانية هيبدا ياخدها غير اللبن بتاعك او غير اللبن الصناعي. وبعد الحلقه ان شاء الله تابعيني وانا هقول لك بالظبط النظام الغذائي هيكون ماشي ازاي، واللي هو الاكل بيكون معتمد على ايه علشان جسم ابنك يكون بمناعه كويسه قوي، بصحة كويسة قوي، علشان اقدر استبعد الامراض بتاعت الاجهزة التنفسية وامراض الجهاز المعوي اللي هو في الجهاز الهضمي، اللي احنا كتير جدا بقينا في الفترة الاخيرة للأسف بنقابلها وبنشوفها. دلوقتي نكمل كلامنا، وهي عبارة عن انه سوء التغذية، وخصوصا انا بستبعد بعض الحاجات زي الاكل، وان انا ما بعرفش امتى اكل او لما اكل الحاجات دي اكلها صح ولا غلط. زي ما قلت لحضراتكم قبل اتصال ام اياد ان انا مهم جدا عندي وجبة الفطار، وان انا كمان انها تكون في الوقت ده تكون موجودة قبل الساعة 11. قبل الساعة 11 دي ليه بقى؟ لانه انا بعد الساعة 11 او بعد الظهر دايما الجسم بيقول انه دي مش وجبة فطار، بيقول انه دي وجبة خفيفة. يعني هو عنده كده كنسل عندي وجبة الفطار، وبالتالي انزيم الحرق اللي كان واصل عندي لهاي ليفل للأسف بدأ ينزل تدريجي، وبدأ يعتمد او يعتبر طول اليوم ده معناها انها وجبات خفيفة، او حتى لما هتيجي وجبة الغداء هياخد منها اللي يقدر يستفاد منه والباقي هيخزنه، حتى كمان يا ريت هيطرده بره. فعشان كده انا بقول لكم سوء التغذية وسوء التوقيت مهم قوي ان انا اعرف جسمي ياخد ايه وياخدها الساعة كام.
ده انا لو اعتبرته جزء مهم جدا في حياتي وفي ترتيب يومي، تاكدوا تماما ان حضراتكم واولادكم هيعيشوا صحه جميله وصحه جسم متوازن خالي من امراض وخالي من سمنه وخالي من نحافه. النهارده زي ما قلت لحضراتكم التغذيه والنحافه الشديده والسمنه الشديده بتكون نتيجه ان انا مش عارف اكل صح. السمنه المفرطه بقت كمان عند الاطفال، وهي الصوره موجوده قدام حضراتكم انه السمنه المفرطه بدات تظهر دلوقتي في الفتره الاخيره للاسف عند الاطفال. زمان كنا يعني ايام كده امهاتنا وجدودنا كانوا بياكلونا الاكل الصحي، حتى مع انهم ما كانوش عندهم الدرايه الكافيه ان هم عندهم ان هم ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه زي دلوقتي. دلوقتي بقى المفروض عندنا دراية اكتر وعندنا دكاترة تغذية وعندنا دكاترة تخسيس يقولولنا كمان ان احنا ازاي ناكل ايه وما ناكلش ايه. السمنة المفرطة عند الاطفال ظهرت جدا دلوقتي نتيجة انه فعلا الامهات اتجهت اتجاه نقول تلات ارباع، يعني تلات ارباع يومهم بقى ماشي جنك فود وفاست فود واكل من الشارع. وحتى الاكل كمان اللي بيتعمل في البيت للاسف فيه كميه كربوهيدرات عاليه جدا وكميه نشويات ودهون عاليه جدا. عودي ابنك دايما من دلوقتي ان هو اول حاجه هتتاكل هي الحاجات المفيده. ايه الحاجات المفيده؟ لازم يكون في سلطه ولازم يكون في بروتين. البروتين ده زي ما انت عايزه بقى نوعي لاولادك زي ما انت تحبي، فراخ ماشي، لحمه خاليه طبعا من الدهون اوكي، سمك هايل لانه طبعا غني جدا بالاوميجا 3، والاوميجا 3 طبعا بتدخل جوه ترتيب الخلايا في المخ بالذات، حتى دايما تلاقوا اغلبيه الفيتامينات اللي هي بتهتم بالخلايا المخيه والجهاز العصبي عند الاطفال لازم يكون فيها زيت السمك وزيت كبد الحوت، سمك برضو. الزيوت دي بتبقى موجوده في السمك، ويا ريت تعوزي ابنك انها كمان حتى تكون داخله ضمن نظام غذائي. على فكره النظام الغذائي مش بس ان انا عايز اتخن او بس ان انا عايز اخس، لا كمان ان انا ممكن انا اعمل نظام غذائي عشان انا عايزه نفسي اكون دايما من جوايا صحه سليمه، وعايزه ابني وعايزه بنتي ان هم ما يكونوش دايما معرضين لامراض، معرضين للسمنه مفرطه او معرضين لنحافه شديده. انت حبيبتي اللي متحكمه في صحتك وصحه اولادك، انت المسؤوله عن ده، مسؤوله انك انت اللي بتجيب الاكل وانت اللي بتعمليه. لو عودتي نفسك وعودتي ابنك وعودتي جوزك من دلوقتي ان هو الاكل بتاعنا اللي بيتحط على السفره اكل صحي، على فكره الاكل الصحي مش معناها حاجه وحشه والله، اكل صحي معناها ان انا بحمي نفسي من اي امراض زي الوقايه كده. حتى دلوقتي مؤخرا بقت في ادويه بناخدها علشان احمي نفسي من الامراض، ان انا اقوي جهاز المناعه بتاعي. بقى دلوقتي موجوده ادويه فيتامينز ان انا لازم اخدها يوميا علشان احمي شعري واحمي بشرتي واحمي جسمي واحمي مثلا العظم بتاعي ان هو يجي له هشاشه، وان انا احمي مثلا الجوينتس اللي هي المفاصل عندي انها يحصل لها اي بنسميها خشونه يعني عند كبار السن. وحتى والله دلوقتي كمان اغلبيه الناس بدا يجي لها خشونه في الركب نتيجه الضغط العصبي والضغط الجسماني اللي بقينا بنتعرض له في حياتنا يوميا. فبقت في فيتامينات دلوقتي بناخدها يوميا عشان نحافظ على ده. طب ما هو زي ما في فيتامينات موجوده وبنجيبها علشان ان احنا نعيش حياه كويسه، طب ما انت كمان يا حبيبتي انت ممكن تعملي لهم اكل في البيت زي الفيتامينز اللي احنا بنجيبها من بره، وعلشان كمان نعيش حياه كويسه وحياه خاليه من اي امراض. صحيح في بعض الحالات ان انا للاسف الاكل هنا لوحده مش كفايه، محتاجه فعلا فيتامينات ومعادن من بره. ليه بقى؟ عشان الناس تفهمني، مش عشان انا والله يعني بروج لاي سلعه، بالعكس انا حابه ان انا اوصل للليفل بتاع المعادن دي وبتاعه الفيتامينات دي لليفل معين في الدم. تعالوا كده يعني نتخيلها سوا، تاكدوا اي فيتامين او اي معدن الجسم محتاجه بيبقى عامل كده زي الكيرف، يعني ليه ستاندرد وليه اعلى ليفل ممكن يوصل له، وبعد كده بيبدا ينزل نتيجه انه العنصر ده بيبدا يخرج من الجسم. فبالتالي انا دايما عايزه الفيتامين الفلاني او الفيتامين العلاني عايزاه يوصل لليفل معين في الدم وما ينزلش الكيرف بتاعه. تعالوا مثلا كسبيل المثال وليس الحصر، يعني عندكم مثلا فيتامين اسمه فيتامين بي كومبلكس. فيتامين بي كومبلكس ده اللي هو منقسم لفيتامين بي 6 وفيتامين بي 12. الفيتامين ده مختص للاعصاب،
تلاحظوا دايما دلوقتي مؤخرا، زمان كنا بنكتب فيتامين الاعصاب ده للي هم بيعانوا من مرض السكر او عندهم مشكله في العصب نتيجه مثلا ربنا يشفيكم ويعافيكم، نتيجه مشكله مثلا كهرباء زياده في المخ، نتيجه مثلا عندي مشكله مثلا حاسه ان ايدي بتترعش عشان عندي التهاب اعصاب، فكانت كيسز كانت حالات كل فين وفين لما بنشوفها. مؤخرا بقت للاسف المشكله دي بقت بتظهر في وقت بدري، وبتظهر كمان لناس لا عندهم سكر ولا عندهم مشكله في المخ ولا عندهم اي حاجه. ليه بقينا دلوقتي ان احنا بنلجأ للادويه؟ علشان احنا دلوقتي بقينا نتجاهل الاكل الصحي اللي احنا عايزينه. يعني فيتامين بي 12 وفيتامين بي 6 ده موجود جدا في الفلفل الرومي، وموجود في الفلفل الالوان، وموجود في القرنبيط. هل انتوا تقولوا لي، تقدروا تردوا عليا دلوقتي كم مره اكلتوا فيها قرنبيط؟ وحتى القرنبيط لما بنعمله بشكل غلط، اللي هو لازم يتقلي ولازم يتحط فيه كميه حاجات تفقده العناصر الغذائيه بتاعته، ولما بنيجي ناكله كانه ولا لم يكن ولا اخدت منه اي فايده. البروكلي، تقدروا تقولوا لي كنتوا بتاكلوا بروكلي كم مره في الاسبوع او كم مره في الشهر؟ في ناس حتى لما بكتبه لهم في الدايت يقولوا ما ممكن اتلاشاه. انا البروكلي حتى لما بكتبه حتى في الدايت مش معناها ان حضرتك او حضرتك عايز تخس بس، اذا انا عايزه كمان اعوض جسمك بعض العناصر والفيتامينات اللي حضراتنا كلنا نتيجة حياتنا السريعة ونتيجة شغلنا بال 12 ساعة وبال 13 وال 16 ساعة، ده بيخلينا ان احنا مش عارفين ناكل كويس، فبالتالي انا محتاجة ان انا اعوض ده عن طريق اكل مهم. فزي ما قلت لحضراتكم ان في فيتامينات احنا بنتجاهلها ومش عارفينها بتكون موجوده في ايه، فانا مهم قوي ان انا اعوض جسمي في بيتي في ان انا احط الحاجات دي في الاكل، مهم قوي ان انا اهتم بالفيتامينات. الفيتامينات مش معناها بس ان انا عشان اعرف اجري او ان انا اعرف اتنطط من غير ما اتعب، لا، اجهزتنا جوه الجسم محتاجه الفيتامينات دي بشكل مهم جدا. يعني عندك الكبد، عندك البنكرياس، عندك الكلى، عندك الرئه، عندك الدوره الدمويه محتاجه ده. دايما حتى لما بيجي لي حد العياده او بيكلمني في التليفون او بيكلمني على الصفحه بيعانوا جدا من نحافه شديده، والاقي بعديها كلمه اصلا انا باكل كويس والله وانا مش عارف انا رفيع عليه او انا رفيع عليه. ده قبل ما بخش بقى في حاله الاكل، احنا اكلنا كويس ولا ما اكلناش كويس، وهل سوء التغذيه هو كان السبب الرئيسي ولا في سبب تاني؟ شور اكيد في سبب تاني. دايما كده وحضرتك كده لازم تراجعوا معايا، لو احنا بناكل كويس وعندنا نحافه شديده، ده غير طبعا السمنه المفرطه اللي بيكون نتائجها اسوأ بكتير، النحافه الشديده لازم نعمل 3 تحاليل. الثلاث تحاليل دول لو نتائجهم كويسه شور اكيد النحافه الشديده اللي عند حضرتك او عند حضرتك هي نتيجه سوء تغذيه. ايه هما الثلاث تحاليل دول اللي احنا لازم نعملهم ولازم نخلي بالنا منهم كويس قوي؟ حاجه بنسميها سي بي سي او صوره الدم الكامله. صورة الدم الكاملة دي بتوريني عناصر مهمة جدا موجودة في الدم، لازم اشوف تركيزها في الجسم واصل لحد ايه. واهم العنصر موجود في كرات الدم الحمراء بالذات هي الحديد او بنسميها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده مهم جدا جدا عندي في الدورة الدموية، مش بس مهم عشان ان انا ما احسش ان انا عندي خمول او ان انا مش قادر امشي او ان انا بنام كتير اللي هي نتيجة اللي هو اعراض الانيميا يعني بصفة عامة. لا، الحديد مهم جدا في الدورة الدموية علشان يغذي الخلايا ويرتبها لي بالشكل الصحيح ويرتب عددها. الخلايا موجودة في الجسم مش بس عدد، لا كمان عدد وحجم. حتى بعد كده بعد الفاصل ان شاء الله هتكلم معاكم في العضلات ازاي تتكون وازاي ان انا اوصل لها الحاجات المهمة بتاعتها. زي ما قلت لحضراتكم الحديد مهم لانه بيخش كمان في الخلايا وتكوينها وان انا عددها يبقى عامل ازاي وحجمها يكون عامل ازاي. مهم جدا ان انا اشوف صوره الدم وهل الحديد فعلا واصل لليفل كويس ما عندي ولا لا، ولا هناخد كورس تغذيه ان انا سواء كان في الاكل او كان برشام او كان شرب او يوصل كمان لحقن. انا في كيسز بتجيني للاسف لا ينفع معاها دلوقتي لا اكل ولا برشام ولا الشرب الحديد، لازم اوصل معاها للكورس الحقن. ليه؟ مش بس عشان بعد الشر ان هم عندهم عمليات جراحيه فبالتالي بعد الشر عليكم يعني نتجنب انه يحصل نزيف او يحصل مشكله ما جوه الدم، لا، على قد ما انا ببقى محتاجه ان انا للاسف وصلنا لليفل لا يمكن الحديد يقل عن كده، فلازم ان انا اخد كورس الحقن الحديد ده بشكل مكثف. اكلت بقى ما اكلتش، شربت ما شربتش، مش المشكله بتاعتي في ان انا اوصل الحديد للليفل ده على قد ما انا انقذ حياه حضرتك.
فشفت ان انتم ممكن تتجاهلوا الحديد او تتجاهلوا الفيتامينات الموجوده في الجسم، فبالتالي ما بروحش انا اشوف للدكتور التخسيس او دكتور التغذيه غير لما بيكون عندي شكل معين انا مش راضي عنه، سواء كنت رفيع قوي او كنت تخين قوي. دلوقتي انا عايزه اشوف السي بي سي بتاعي لو كان هايل وكان تحفه، او ان انا عندي في النسب الطبيعيه اللي هو از نورمال ما عنديش مشكله، الحديد كويس، الفيروجلوبين كويس، الالبيومين، الصفائح الدمويه هايل. طب جميل، يبقى كده احنا ما عندناش مشكله في صوره الدم، يبقى شكرا صوره الدم تتركن على جنب. تاني تحليل بطلبه لما بلاقي نحافه شديده وهي صوره الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي اللي هم ربنا خلقوها لنا فصين هنا، الغده الدرقيه دي سبحان الله دي هي المنظم بتاع الخلايا الدهنيه اللي موجوده جوه الجسم. دي يا اما يكون فيها نشاط زياده فتوصلني لنحافه شديده، او يكون فيها خمول زياده توصلني لسمنه مفرطه. ففي حاجات بنسميها تحليل الغده الدرقيه وهرمون التي اس اتش، انا بشوف فيه النسب بتاعته هل في خمول شديد ولا في نشاط شديد، وبناء عليه بعمل بالانس واشوف. حتى لو احنا كنا في حاله خمول شويه ببدا نرفعها في بعض الادويه. لازم هنا بقى لما يكون في خمول او بيكون في نشاط، سواء كان خمول في تؤدي سمنه مفرطه او نشاط في الغده الدرقيه، فبالتالي عمالين نحافه شديده، ومش بس كمان بتاثر في الرفع والتخن، بتاثر في حاجات تانية كتير، بتاثر في الجلد، بتاثر في الشكل، وتاثر بصفه عامه. فانا محتاجه جدا ان انا اعمل سي بي سي، محتاجه جدا اعمل غده درقيه. وثالث حاجه بنعمل حاجه اسمها ستول اناليسيس، او اللي هو تحليل البراز، علشان اشوف هل في طفيليات موجوده في الجهاز الهضمي هي اللي عامله لي مشكله في النحافه، وبالتالي انا عامله لي مشكله في الجسم باكمله. سوء التغذيه مهم جدا ان انا اعرف اتفادى كويس قوي من الطفل، او حضرتك لسه هتدخل في مرحله البلوغ، او بعد مرحله البلوغ مفيش عضلات، او انت يا جميله محتاجه تخسي او محتاجه تتخني، مش بس عشان في ارتباط او عشان يبقى شكلك حلو، عشان نفسك وعشان صحتك. هنتكلم بعد الفاصل ازاي ان انا اتكلمنا عن المشاكل وازاي نحلها بقى بعد الفاصل، ايه اللي ممكن انا اقدر اخده ويخليني ما كنش عندي سمنه مفرطه، سواء كان طفل او شاب او انسه كبيره. وانا لو عندي سمنه مفرطه ازاي ان انا اكون بصحه كويسه وشكل كويس؟ معانا الحل بس بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، عشان بعد احنا متكلمنا عن سوء التغذية وانها المشاكل اللي ممكن توصل لنا يا اما سمنة مفرطة او نحافة شديدة. تعبنا من كتر الكلام وخلاص بقى عايزين الحل، والنهاردة انا جايبة لكم الحل في كل المشاكل دي وفي كل مراحلها كمان. السمنة المفرطة موجودة عند الكبار وموجودة برضو عند الاطفال، والنحافة الشديدة موجودة عند الأطفال، وللأسف بقت دلوقتي بتظهر في سن صغير قوي من 5 سنين و6 سنين. يبقى المفروض طفل بيلعب في المدرسة وللأسف بقت فيه أوفر ويت وبقت فيه سمنة شديدة ومش عارف يلعب، أو العكس فيه نحافة شديدة جدا ومامته وباباه بدأوا يقلقوا بيودوه لدكاترة علشان هو بياكل كتير جدا وبرضه للأسف عنده نحافة. طب إيه الأكل أو إيه العناصر المهمة اللي أنا ممكن أديها للطفل علشان ان هو يوصل معايا للليفل او اللي بنسميه للوزن المثالي للي كل ام وكل اب محتاج يشوف ولاده موجود في العناصر دي، وانه جسمه يكون قوي وما عندوش اي مشاكل. هنبدا مع بعض دلوقتي في مرحله الطفوله. مرحله الطفوله وهنتكلم فيها عن العناصر المهمه جدا اللي المفروض كل ام تخلي بالها فيها علشان ابنها ما يوصلش فيه النحافه شديده. سوء التغذية مهم، وقلنا ان احنا ازاي نتجنبه قبل الفاصل. بعد الفاصل هنتكلم بقى الحل ده هيكون موجود معايا في منتج انا عن نفسي عجبني جدا وجربته على اكتر من كيس وفعلا جاب نتائج تحفة قوي. الطفل للأسف المشكلة دايما اللي بتواجههم وهي مشكلة ان هو ما بيقدرش ياخد دواء. يعني انا عشان اقول للام ادي لابنك الفيتامين الفلاني
او اديله العنصر العلياني اللي موجود مثلا في حاجه معينه في الفيتامينز او في المعادن، تقول لي بيعذبني جدا وللاسف ما بعرفش ان انا اخليه ياكل الحاجات دي علشان يقدر ياكل او اوصل الليفل الفيتامينات والمعادن اللي احنا محتاجين نوصلها في الدم. طيب هل انا ممكن اقدر الاقي منتج يكون فيه العناصر المهمة اللي تخلي ابني او تخلي بنتي عندهم الجسم الهايل اللي هو غني جدا بالمعادن والفيتامينات اللي ما يحصلش ليهم مشاكل؟ وهل كمان عندهم المنتج اللي انا اقدر كل شوية يقولوا مامي عايزين المنتج ده ناكل منه تاني؟ هو ده النهاردة اللي هبدأ فيه معاكم، ان انا ازاي اتجنب سوء التغذية عند الاطفال وخصوصا هي النحافة الشديدة. وده موجود معايا، ريت مخرجنا يركز معايا في ميجا جين ميجا كيدز، سوري اللي هو العلبه دي. ميجا كيدز دي فيها حاجتين مهمين جدا، وهي الشوفان، وهي كمان الشوفان ده مهم جدا في بناء العضلات عند الجسم اللي موجود في الطفل، وحاجه بنسميها واي بروتين. الواي بروتين ده اللي بنسميه بالبلدي كده شرش اللبن. شرش اللبن ده بيكون موجود بعد مرحله تصنيع الجبنه، في مراحل طبعا للبن مش هخش فيها دلوقتي، انه يكون في لبن وبعد كده بيوصل للرايب، وبعد كده في مرحله ما بين ان انا اللبن ويوصل مرحله الجبنه، وبعدها كده حاجه بنسميها الشرش بتاع اللبن. شرش اللبن ده مهم جدا 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 علشان ان احنا نوصل لبناء العضلات. وفي صوره قدامكم انا حطاها لميجا كيدز وقد ايه هو مكمل غذائي هايل وغني جدا بالعناصر المهمه، سواء اللي كانت موجوده في الشوفان او اللي كانت موجوده في الواي بروتين. الواي بروتين مهم قوي جدا في بناء العضلات اللي موجوده عند الطفل والقدره الذهنيه اللي بتخلي الطفل عنده سرعه استيعاب ان هو بعد كل فرهطه اليوم دي يقدر ان هو خلاياه اللي موجوده في المخ انها تكون عاليه، لانها محتويه جدا على العناصر الغذائيه اللي موجوده في الجسم. الواي بروتين مع الشوفان الطفل محتاجه في مرحلة معينة جدا، علشان اول حاجة اتجنب النحافة الشديدة، تاني حاجة انا محتاجة جدا اعلي القدرة الذهنية عند الطفل، تالت حاجة محتاجة ان انا اعلي القدرة العضلية علشان جسمه يقدر يتحمل الفرهطة واللعب طول اليوم. ميجا كيدز هو فعلا عنده القدرة ان هو يحلل المعادلة دي بطعم هايل. زي ما احنا اتكلمنا قلت لحضراتكم ان هو مش بس ممكن الحاجه تبقى كويسه وفيها العناصر الغذائيه الجميله، بس الام بتعاني جدا جدا انها توصل لابنها او لبنتها انها تقدر تاكل ده، وخصوصا هو لو كان في سن صغير. انا محتاجه ادي للطفل حاجه جميله انا محتاجاها، انا كأم عارفاها انها مليانه جدا بالعناصر الغذائيه الهايله، وبالتالي يكون طعمها حلو. ميجا كيدز في طعمين حلوين جدا، هو البندق والشوكولاته، دول انا محتاجاهم عشان انا اقدر اوريه لابني ان انا لما اقول له جايبه لك النهارده حاجه حلوه مش جايبه لك دواء. دايما الاطفال عندهم فوبيا الدواء والحقن، فبالتالي انا عايزه ابعد ده، ان انا كدكتور لما بقول للطفل خد ده يجري عليا ويقول لي انا عايز من ده. وهو ده السر بتاعنا، اللي انا ادي عناصر غذائيه عاليه جدا في طعم حلو موجود في شوكولاته وفي بندق. الميجا كيدز هو الحل السريع والهايل بالنسبه لي، انا بنصح بيه دايما كدكتوره نيوتريشن، ان انا اديه للام اقول لها اديه لابنك ان هو ياخد الميجا كيدز، انك انت هتدي له عناصر غذائيه كويس قوي، تاني حاجه هتستبعدي تماما النحافه الشديده لانه غني جدا بالواي بروتين. الواي بروتين مهم جدا ان هو بيقوي لي العضلات وان هو كمان بيكتر لي حجمها وعددها. واي ام انها محتاجه تخلي ابنها قوي جدا وفي نفس الوقت برضو مش عشان ان ابني عنده نحافه شديده احوله يكون اوفر ويت يكون عنده سمنه شديده، لا احنا لا كده قوي ولا كده قوي، احنا وسط، احنا عايزين هو اوكي عنده نحافه شديده بس عايزين نكتر عضلاته ونكتر القيمه الغذائيه اللي تدخل جسمه، فبالتالي نوصله ان هو يكون عايز ان هو ده يكون حابب ده وياكله. الشوفان اللي موجود عندي في الميجا كيدز مش بس انك انت كمان تقدري تحطيه على كوبايه لبن او تحطيه على كوبايه ميه وطعمه تحفه، هيقولك على طول يا مامي انا عايز من ده، لا انت كمان ممكن تحطيه على شويه لبن ميه دافئه لبن دافي، وانك انت تقطعي عليه كمان فاكهه، عندك تفاح عندك موز اي فاكهه تقطعيها على الشوفان. وزي ما انتم شايفين قدامي اهو ان انا حاطه الشوفان ده وحاطه عليه فاكهه تخلي الطفل حابب الوجبه الغذائيه دي وبالعكس كمان يطلبها كل شويه. دي اللي هي المعادله السحريه اللي احنا عايزينها، ناخد الحاجات المفيده ويكون طعمها حلو وكمان ابنك او بنتك يطلبها ويقول لك انا عايز من ده، فبالتالي
كلنا هنبقى مبسوطين، انا كدكتوره تغذيه هكون مبسوطه لانك انت كمان تعرفي تدي لابنك الحاجه المفيده اللي خاليه تماما من اي كربوهيدرات ومن اي نشويات، ونستبعد سوء المناعه ونستبعد السمنه المفرطه. ده كان الميجا كيدز، وانا بصراحه بحبه جدا لانه بيدي نتائج حلوه قوي وكل الامهات راضين عنه. طيب ده في مرحله الطفوله، دي النحافه الشديده، فبالتالي عايزه اقوي العضلات دي، فبالتالي انا بديهم الميجا كيدز. طيب بعد مرحله البلوغ بقى بيبدا بقى الشاب بقى محتاج ان هو يربي ماسلز، عضلات. العضلات ليها سلاح ذو حدين، العضله بتبقى موجوده بس بتبقى محتاجه مجهود عالي جدا علشان اقدر اوصل بيها للحجم اللي انا عايزاه. حتى دايما بعد اللي هم دكاتره، مش دكاتره عفوا، اللي هم كباتن الجيم بيكونوا محتاجين ان هو بعض العناصر الغذائيه اللي دايما بيكلموني فيها، يقولوا لي يا دكتور بليز عايزين نظام غذائي غني جدا بالبروتين العالي قوي علشان احنا محتاجين نعمل عضلات. طبعا العضل مهم جدا، واول كلمه السر عندها هي البروتين. فبالتالي اي شاب دلوقتي بيسمعني بعد مرحله البلوغ وبيروح جيم او عايز يروح جيم او حتى ما عندوش وقت ان هو يروح جيم، فبالتالي محتاج العناصر المهمه اللي تعمل عنده عضله. ده معايا بقى موجود، المنتج ده معايا في موجود في الميجا جين، يا ريت مخرجنا يجيبولي دلوقتي. ايوه الميجا جين ده غني جدا جدا بالعناصر الغذائيه العاليه اللي موجوده في ايه بقى؟ موجوده في حاجتين، موجوده في جنين القمح وموجوده في الواي بروتين. زي ما قلت لحضراتكم الواي بروتين زي ما موجود قدامي على الشاشه، الميجا جين غني جدا بالبروتين العالي جدا موجود في شاش اللبن علشان يقوي لي العضله ويكترها لي. جنين القمح هايل جدا، مش بس كمان على فكره علينا حلقات تانية ان شاء الله عن جنين القمح نازل نستخدمه للشعر والبشره، بس النهارده مهمته في ان هو بيقوي لي العضلات وبيقوي لي الجسم، وخصوصا في الدوره الدمويه اللي محتاجه منها سريعا انها تغذي لي العضله علشان تديني قيمه غذائيه عاليه، فبتخلي الجسم بتاع البني ادم اللي قصادي وان انا اكون اوصل لمسلز عاليه قوي بدون اي مجهود شديد. دايما اللي يكون عايز يعمل ماسلز في حاجتين لازم يعملهم، بروتين كتير جدا ومجهود كتير جدا. لازم انا اخد البروتين ده، ما ينفعش اخده واقعد، لازم اخده احوله جوه الجسم لماسلز علشان الدهون اللي موجوده عندي او الكربوهيدرات بتبقى موجوده في جسمك محتاج قوي ان انا احولها لعضل. ايه اللي بيساعدني ان انا احول الدهون اللي موجوده في الجسم لعضلات وان انا كمان اكتر العضلات اللي موجوده في الجسم بنسب عاليه قوي وفي وقت قليل؟ هو اللي موجود في الميجا جين. الميجا جين غني قوي جدا بالعناصر الغذائيه اللي تخلي كل واحد نفسه يكون عنده عضلات هايله جدا، وفي نفس الوقت برده كمان بالنسبه للبنات اللي هم مش عايزين يعملوا عضل، ده هم كمان عايزين يوصلوا بالشكل الجميل بتاعهم اللي هم عندهم نحافه شديده. ونحافه شديده زي ما اتفقنا قبل الفاصل ان هم لا عندهم مشكله في السي بي سي ولا عندهم مشكله في غده الدرقيه، فدي النتيجه اللي بيوصل لها معانا ميجا جين لما بعد ما بناخدها. زي ما انتم شايفين في الصوره قدامي تكوين العضلات بيبقى اسرع، وفي نفس الوقت برده بنبقى سعداء جدا بالنتائج اللي احنا بنوصل لها علشان ركزنا في المنتج اللي قدامنا واللي معانا، ركزنا في ان احنا ازاي نقدر نوصل لاعلى النتائج في وقت قليل، وفي نفس الوقت برضو اخدنا ايه الحاجات الغذائيه العاليه القيمه اللي تخلي الجسم يوصل للنتيجه اللي انا عايزاها بس في وقت قليل. ميجا جين بالنسبه لي هايل جدا بالنسبه لاي شاب بيسمعني دلوقتي بيتفرج عليا عايز يوصل يعمل عضلات هايله جدا، وفي نفس الوقت برضو تعب بقى، يعني مش عايزه برضو يعني الناس تعلمني في ان انا بتكلم في منتجات تانية، منتجات تانية على عيني وعلى راسي، بس مشكلتها انها بتكون ديبندنج على الكبد وانها بتكون عايزه مجهود اكتر في الكبد، فبالتالي بتعمل لي مشاكل بعد كده خالص، بتعمل مشاكل في الكبد لا قدر الله. انا عايز منتج يكون طبيعي جدا، خالي تماما من اي هرمونات كلي، خالي تماما من اي حاجه كيميائيه، وفي نفس الوقت برضو اوصل للنتيجه اللي انا عايزها ان انا اكون شاب ما عنديش نحافه شديده، ما بقاش عندي مشكله دايما في الجلد ان انا عندي ترهلات وان انا جسمي مش متظبط. لا، الحل معانا النهارده في ميجا جين، في جنين القمح اللي بيشد الجلد كويس قوي بيكتر الدوره الدمويه، وكمان موجود في الواي بروتين اللي بيساعدك انك تعمل عضله. واي بنوته بتتفرج عليها النهارده محتاج ان انت تزيدي في الوزن بشكل امن، بعيد تماما عن اي كورتيزون بليز، نبعد تماما بعد كده. اي بنوته او اي واحده عايزه تتخن تبعد عن كلمه الكورتيزون دي تماما،
الكورتيزون ده بيلخبط لي الدنيا وبيلخبط لي اجهزه الجسم، وكمان بيوصل لمشاكل لانه بيعمل لي ميه تحت الجلد، وبيوصل بعد الشر عليكم مشاكل بقى في السكر ومشاكل في الكلى احنا كلنا كنا في غنى عنها. ميجاجين خالي تماما من اي كورتيزون لاي بنوته حابه انها تتخن بشكل امن. كل اللي انت هتعمليه انك انت هتاخدي منه معلقه على كوبايه ميه او كوبايه لبن. طبعا هيكون في نظام غذائي متبع عليه، هناخدهم بالترتيب النظام الغذائي، ناكل ايه وما ناكلش ايه وفي الاوقات اللي احنا هنحددها. تاني حاجه هناخد من ميجاجين على حسب بقى الشاب بيكلمني او محتاج يعمل عضلات او بنوته محتاجه انها تتخن بس كمان تزيد بوزن لايق على جسمها، مفيش ترهلات، مفيش مناطق عن مناطق يكون فيها سمنه ومناطق تكون فيها رفيعه، لا هتزيد بشكل جميل جدا وفي نفس الوقت برضو خالي تماما من اي مشاكل ممكن تاثر عليكي في هرموناتك او انك انت بعد الشر يحصل لك تاخر انجاب بعد كده نتيجه ان انت كنت عايزه تتخني واخدتي حاجات للاسف ضرتك لانك انت تعمدتي انك تاخدي كورتيزون او حقن او برشام كنت انت في غنى انك توصلي له. ميجاجين هايل جدا في العضلات وميجاجين هايل جدا في انك انت تزيدي بشكل امن. المفاجاه بتاعتي النهارده بقى اللي هو كل ست اكيد بتكلمي، طب انت اتكلمتي النهارده عن اللي عايزين يتخنوا، طب اللي عايزين يخسوا برضو، عشان انا وعدتكم في الحلقه اللي فاتت ان انا خلاص بقى مش هتكلم كتير عن التخسيس ونقعد نتكلم وما قلناش حلول، عايزين النهارده بقى نجيب الحل معانا. من ضمن الحلول او بالنسبه لي من ضمن التيم الهايل، انا عندي تيم هايل عندي في التخسيس، من ضمن الفريق الاولاني عندي وهو موجود في الميجا لوس. ميجا لوس ده عباره عن حاجتين، ميجا لوس ده موجود في جرين كوفي وموجود في صمغ الجوار، وده موجود زي ما انتم شايفين حضراتكم معايا في الشاشه، حتى ممكن اسمحوا لي ان انا افتحه وان انا اوريه لحضراتكم شكل العلبه من جوه بيكون عامل ازاي. زي ما انتم شايفين قدامي كده، يا ريت مخرجنا العزيز ان هو يجيبها لي. ده تبقى جرين كوفي، دي عباره عن قهوه خضراء، اللي هتكلم عن القهوه الخضراء ومميزاتها وقد ايه هي هايله جدا معايا في التخسيس وبتوصلني لنتائج كويسه جدا، علشان كلنا محتاجين نوصل لاعلى تركيزات الحرق في الجسم. ده اول برطمان معايا، وتاني برطمان معايا موجود فيه حاجه اسمها صمغ الجوار. برضو يا ريت مخرجنا يجيبه معايا اهو. صمغ الجوار مهم جدا جدا معايا في ان انا اقدر بتحكم في الشهيه. دايما ما بنعاني دايما في حالات التخسيس للاسف مش بس ان احنا عايزين نعلي الحرق، لا كمان ان احنا عايزين نقفل الشهيه، بس قفل الشهيه معايا بشكل غير كيميائي مهم قوي. في بعض الادويه للاسف او بعض الاوزان ببقى محتاج ان انا اقفل الشهيه عندهم، بس يا ريت يكون عن طريق حاجات طبيعيه، لانه للاسف في بعض الحالات بيكون عندهم سكر او عندهم ضغط عالي. السكر والضغط العالي دول بالنسبه لي بيكونوا عائقين، يعني صعبين قوي معايا، لان انا ما بعرفش ساعتها اتعامل بشكل كيميائي سواء كان في الدايت او كان في بعض الادويه اللي بيبقى محتاجين للاسف ان احنا نعليها. فعندكم حتى دايما في الميجا جين سوري في الميجا لوس معتمد تماما على حاجتين مهمين جدا، وهي الجرين كوفي وهي صمغ الجوار. صمغ الجوار والجرين كوفي دول بالنسبه لي بيعملوا لي معادله مهمه جدا، وهي معادله ان انا ازاي اخس بامان بدون مواد كيميائيه وبدون كمان اي تدخل من بره يخليني انا اقلق من النتائج اللي ممكن تحصل لي. يعني ايه الكلام ده؟ التخسيس دايما انا بعاني ان انا عايزه اسد شهيه اللي قدامي، وفي نفس الوقت مش عايزه برضو ادخل حاجه كيميائيه، وفي نفس الوقت برضو عايزه اعلي انزيم الحرق بشكل هايل او لاعلى ليفلاته موجوده في الدم عندي، وفي نفس الوقت برضو مش عايزه اتدخل بشكل كيميائي علشان الكيس اللي قدامي عندها ضغط او عندها سكر. هنا انا ممكن اعمل سيبريتنج في الحاجتين ما بين الجرين كوفي وما بين الصمغ الجوار، وزي ما انتم شايفين قصادنا اهو الميجا لوس عباره عن برطمانين مهمين جدا فيهم عناصر غذائيه هايله. اول حاجه هنتكلم فيها وهي عن الجرين كوفي او القهوه الخضراء. القهوه الخضراء اثبتت مؤخرا انها عندها القدره في انها بتعلي انزيم الحرق بشكل هايل جدا وبشكل امن جدا. ليه بقى؟ لانها بتحتوي على حمض بنسميه كلوروجينيك اسيد. الكلوروجينيك اسيد ده بيخش جوه الخلايا وبيعمل حاجتين،
اول حاجه ان هو بيفتت لي الخليه الدهنيه، فبتبقى سهله عليا قوي ان انا عايز اطلعها بره الجسم عن طريق ان احنا بنشرب ميه كتير خلال اليوم، ومهم قوي ان احنا نشرب ميه كتير علشان ان انا لما بحول الخليه الدهنيه دي لسوليبوليتي، يعني ان انا بخليها سايله، فبالتالي تبقى سهل قوي انها تخرج بره الجسم، فبالتالي انا ببقى محتاج الماده دي علشان تدخل جوه الخليه تفتتها لي او تخليها سوليبول، فبالتالي تخرجها لي بره الجسم بشكل امن وبدون اي مواد كيميائيه. الجرين كوفي اثبتت مؤخرا فعلا، ودخلناها كمان في انظمه غذائيه كتير جدا، فان احنا بنكون محتاجين ان احنا نعلي انزيم الحرق وفي نفس الوقت برضو نسد الشهيه. بس خليني اقول لكم على حاجه عشان برضو الناس تبقى مركزه معايا جدا، الجرين كوفي لازم اخده دايما يكون سوري بعد الوجبه، يعني انا ما اخدوش قبل الوجبه، في ناس بتاخده قبل الوجبه، بس انا عشان هنا انا عامله ميكسنج ما بين حاجتين مهمين جدا، وهي ان انا بسد الشهيه عن طريق صمغ الجوار اللي موجود معايا، ان انا بحطه، حتى هتلاقوا كمان في معلقه صغيره، في مكيال صغير كده، اسمحوا لي انا اوريه حضراتكم، شايفين المعلقه الصغيره دي اللي هي بتخليني ان انا اقدر اتحكم في الجرعه معايا، يعني المعلقه دي انا بحطها على كوبايه ميه او على كوبايه لبن خالي الدسم، طبعا احنا عايزين نخس مش عايزين نتخن، فبحطها على كوبايه لبن، فبالتالي بوصل للليفل اللي انا عايزاه من الفوليوميليتي، يعني اللي هو انا عايزه اقفل سنتر الشهيه عن طريق ان انا بملاها بماده الياف طبيعيه تماما، ما فيش فيها اي مواد كيميائيه اقدر اخاف منها او اقلق منها. فبالتالي انا لما باخد ده كمان صبغ الجوار قبل الاكل، فبقفل سنتر الشهيه، فبقدر اتحكم في النظام الغذائي اللي بقول لحضرتك عليه، سواء كان في الغداء او في العشاء، لان في ناس دايما تقول انا ببقى كويسه لحد وجبه العشاء وبمشي على النظام الغذائي، بس بعد كده ببدا اجوع. هنا انا عندي العناصر الغذائيه اللي هتخليك تقعد معايا بالست ساعات وبالعشر ساعات، وبالتالي نقدر نتحكم في الماده الغذائيه اللي داخله جوه جسمي، لا هي فيها كربوهيدرات ولا هي فيها نشويات ولا هي فيها دهون، حتى لو يعني طبعا للاسف الافيلابيلتي او الانجريدينتس والمواد الفعاله اللي موجوده كنت وريتها لحضراتكم كلها زيرو كربوهيدرات، كلها زيرو نشويات، زيرو دهون، ما فيش فيه اي كالوريز بطلعها من بره وادخلها جوه جسمك. مهم قوي ان انا اعرف جسمي محتاج سعرات حراريه قد ايه. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده السعرات الحراريه هي ما هي الا عباره عن طريق مقياس، انا محتاجه جدا ان انا اعرف مقياس جسمي محتاج قد ايه عشان ما اوصلش للشكل اللي موجود في الصوره ده. السمنه المفرطه للاسف بقت مؤخرا موجوده في حياتنا طبيعيه جدا، بنشوفها في ناس كتير قوي نتيجه سوء حياتنا وسوء التغذيه اللي احنا مش عارفين ننظمه صح. المقياس اللي موجود معايا هم حاجتين، ان انا اتحكم في اكلي وان انا اكل حاجات مفيده، وفي نفس الوقت برضو اخد حاجات تساعدني ان انا اوصل للليفل ده. انا دلوقتي حد تخين وفي نفس الوقت برضو مش عايز اخد حاجات كيميائيه تتعبني وتتعب صحتي. انا دلوقتي بقول لك احنا عندنا المنتج اللي يخليك تخس بشكل امن وتخس بشكل عالي جدا، فبالتالي ان انا محتاج اوصل لليفلات مهمه جوه الجسم. طبعا حضراتكم هتقولوا لي طب احنا دلوقتي انا محتاج اوصل لده وبشكل امن برضو وبشكل فعلي، اتواصل مع حضرتك ازاي؟ طبعا هتواصلوا معايا ان شاء الله بعد الحلقه او موجوده على صفحتي على الفيسبوك صفحه حياه هنا. فبالتالي انا بقول لكم عن حاجتين مهمين جدا، وهي اول حاجه النظام الغذائي اللي انا هنمشي عليه عشان نخس زي ما هو موجود معايا في الميجا لوس، او ان انا ازاي نتخن اللي هو موجود معايا في الميجا جين او كمان في الميجا كيدز اللي موجود معايا في عندنا اطفال محتاجين ان احنا نقوي عضلاتهم ومحتاجين ان احنا نقوي البنيه الاساسيه بتاعه جسمهم سواء كانت في العظم او في العضلات او في الدم. ان انا ازاي انظم اكلي وانظمه مع منتج امن، هو ده اللي بتقدمه لكم حياه هنا. حياه هنا وعدتكم دايما ان احنا مش بس هنتكلم في المشاكل بتاعتنا، لا كمان هنقول المشكله وازاي نتفاداها وان احنا ازاي كمان نحلها. ان انا ازاي اوصل بسوء التغذيه بدل ما هي كانت تعباني في حياتي وانها تعبه صحتي وصحه اولادنا وصحه الناس اللي غاليين علينا، لا احنا ممكن دلوقتي بتنظيم التغذيه وبتنظيم كمان الاكل الكويس وبتنظيم الادويه اللي احنا هناخدها اللي زي موجوده النهارده، ده بالنسبه لنا مثال. هتلاقوا دايما في الحلقات الجايه ان شاء الله كل مشكله عندي بتواجهني ليها حل واثنين وثلاثه. يعني انا عندي النهارده مثلا في ناس بتخاف جدا مثلا من الكافيين اللي موجود في القهوه،
فبالتالي ان انا استبعد ده واجيب حاجه تانية بديله ليه تخليني ان انا اعيش بصحه هنا بعيده تماما عن اي مشاكل ممكن تحصل لي. حل التغذيه مهم جدا، وان انا ازاي احل النحافه برضو سهل جدا، وموجود النهارده معايا في منتج واثنين وثلاثه، هنخس بشكل هايل وسهل جدا، وهنتخن برضو بشكل طبيعي جدا بدون اي مشاكل، بدون ان انا اخد حاجات غلط تضرني بعد كده. زي ما وعدتكم حياه هنا، هتوعدكم دايما بحياه هنا تعيشوها بصحه وسعاده، وان كنتوا دايما تكونوا راضيين، مش بس راضيين عن شكلكم من بره، لا كمان راضيين عن شكلكم وجسمكم من جوه، ان هو خالي تماما من اي مشاكل، في صحه سليمه، جسمنا بنيانه وعضلاته وعظمه والدوره الدمويه هايله، والحمد لله خارجيا وداخليا بصحه كويسه، عشان نعيش دايما حياه هنا. تصبحوا على خير.